سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهير، والبداية بأبرز العناوين. ناطق الجيش يتوعد الحوثيين بالعقاب، والأوقاف تدين استهداف الميليشيا للمساجد. تعزيزات ميليشيا الحوثي تغرق في صحراء مأرب وتتشظى على سفوح الجبال. الجيش يستعيد مواقع مهمة شرق الجوف، والحوثيون يستهدفون المدنيين في الحديدة. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبد مجلي أن جرائم ميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران ضد اليمنيين وتعمدها استهداف الآمنين في المنازل والشوارع والمساجد لن تمر دون عقاب. وأوضح العميد مجلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن استهداف ميليشيا الحوثية الانقلابية لأحد المساجد في مدينة مأرب المكتظة بالسكان ما هو إلا استمرار لجرائمها الإرهابية بحق اليمنيين منذ نشأتها وتأكيدا لطبيعتها الدموية. وقال مجلي إن استهداف الأعيان المدنية وقتل المدنيين في الشوارع والمساجد والمنازل سلوك متأصل لدى ميليشيا الحوثية الإرهابية. وأشار مجلي إلى أن هذه الجرائم الإرهابية تعزز القناعة لدى الشعب اليمني والعالم أجمع بأنه لا يمكن التعايش مع الميليشيا المتطرفة ولا يمكن أن تجنح للسلام. وأعرب مجلي عن استغرابه من الصمت الدولي المستمر إزاء جرائم الميليشيا الحوثية بحق اليمنيين، موضحا أن هذه المواقف المتخاذلة تعد بمثابة ضوء أخضر لجماعة الحوثية الإرهابية لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات. دانت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم استهداف ميليشيا الحوثية الانقلابية لمسجد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب بصاروخ باليستي وقت صلاة فجر الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود وهم يؤدون الصلاة. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا العمل الإجرامي الذي تقوم به ميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تستهدف باستهداف بيوت الله عز وجل يتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف والأعراف والشرائع السماوية التي عظمت من حرمة أماكن العبادة، ويتنافى مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية. ووصفت الوزارة هذا الاستهداف بالعمل الإرهابي الذي يكشف حقيقة هذه الجماعة ومشروعها التدميري للأرض والإنسان، فهي لا تتردد عن سفك الدماء واستباحة المحرمات وانتهاك قدسية المساجد، بل ترى ذلك قربا وفقا لعقيدتها الشيطانية المتأصلة في أدبياتها والمستنسخة عمليا من كل أعمال الفوضى والمستنتجة عمليا من كل أعمال الفوضى التي تقوم بها ميليشيا الانقلاب في المنطقة. وأضافت الوزارة بأن استهداف الأبرياء وبيوت الله عمل إرهابي وتصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه، ونطلب من المجتمع الدولي إدانته واتخاذ موقف واضح من انتهاك حرمة دور العبادة والأبرياء. وحيت الوزارة موقف أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتعاضدهم في هذه المعركة المصيرية مع اليمن ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية، وهم يسطرون أنصع الملاحم البطولية في ميادين الشرف ويكسرون شأفة الحوثي ويلقنونه دروسا في الدفاع عن اليمن وعن الكرامة. يذكر أن ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة في أواخر 2014 وحتى أواخر العام 2019 استهدفت قرابة 750 مسجدا في اليمن، توزعت بين التفجير الكلي والقصف بالسلاح الثقيل والنهب لكافة المحتويات، وكذلك تحويلها إلى مخازن للأسلحة ومقرات لتعاطي القات، منها 79 مسجدا ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم تم تفجيره. للمزيد حول استهداف ميليشيا الحوثية للمساجد ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل عبد الإله البوري مراسلنا في مأرب. عبد الإله مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أخ علي،
ومساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. نعم. الحقيقة بأن الجريمة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية عند مطلع الفجر حيث استهدفت بقصف صاروخي مصلين ومؤذن صلاة الفجر بالقرب من مبنى معسكر القوات الخاصة، وهذا الاستهداف يلخصه المعادلة، واحدة من معادلات الحرب الواضحة، أن الميليشيات الحوثية كلما تعرضت لهزائم وتكبدت لهزائم في جبهات القتال وفي أرض المعركة تعود إلى استهداف المدنيين، تعود إلى استهداف السافلين، إلى استهداف المصلين، إلى استهداف أي تجمع في مدينة مارب. فقد كان هذا الاستهداف بعد خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية سواء في معارك الصحراء في منطقة الحديل أو في منطقة العلم أو في مجد العسك في جبال من، كان هناك خسارة للميليشيات الحوثية، خسارة كبيرة لم تستطع أن ترد أو أن تخفف الضغط النفسي على أتباعها إلا بالتحقيق، إلا بالقيام وتنفيذ هذه الجريمة التي استهدفت المصلين عند مطلع الفجر. وبالتالي كان محافظ المحافظة وإدارة الأمن بزيارة المكان وزيارة المسجد الذي استهدف، ومن على أطوال ورسام المسجد الذي استهدف ظهر محافظ محافظة مأرب ليؤكد للجميع بأن محافظة مأرب تعيش في أمن واستقرار، وبأنها تفوز حرب معركة استعادة الدولة، كما لقت من خلال التصريح الواضح للمحافظ حول الجريمة التي ارتكبتها نعم. الميليشيات الحوثية. نعم. أيضا هناك جريمة أخرى ارتكبتها الميليشيات الحوثية اليوم، وهي استهداف بئر المياه الوحيد الذي يغذي مديرية مدبن، يغذي ساكنيها والقرى والنازحين في مديرية مدبن، بعد فجر اليوم تعرضت لهزيمة لتقوم بقصف صاروخي على مكان البئر وبثله وقطع الماء عن المواطنين وعن المدنيين وعن الأماكن التي يتجمع فيها النازحون. بالتالي هناك جريمتين، الجريمة الكبرى التي سفكت فيها دماء المصلين عند مطلع الفجر، وجريمة أخرى دخل فيها هذا البئر. نعم. عبد الإله الوحيد لمديرية مدبن. نعم. عبد الإله، يعني شاهدنا ردة فعل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ وزيارته إلى المنطقة مع إدارة الأمن أيضا، كيف كانت من على الاتجاه الآخر رد فعل المواطنين، كيف هي رد فعل المواطنين إزاء مثل هذه الجرائم الإرهابية الحوثية في مدينة مأرب؟ المواطنون يتبين لهم ويتأكد لهم يوما بعد آخر جرم هذه الميليشيات الحوثية كذبها من خلال استهداف، هناك استياء واسع في صفوف المواطنين، هناك إدانة، هناك حالة غضب في صفوف المواطنين من هذه الجرائم المتكررة التي تقوم الميليشيات الحوثية بتنفيذ جرائم وتستهدف كل نفس حياة في مدينة مأرب، وتجعل منها أهدافا عسكرية بما فيها المسجد الذي استهدف أخيرا. فبالتأكيد هناك استياء واسع من المواطنين، وأيضا هناك فضح جديد وكشف لحقيقة الميليشيات الحوثية لحقيقة الخسائر التي تتعرض لها في الجبهات، ثم تعود لتنتقل إما من المدنيين أو من جموع المصلين. عبد الإله البوري مراسلنا في مأرب كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تواصل ميليشيا الحوثية الإرهابية مشروعها التفجيري والتدميري بحق المساجد ومصليها، حيث دمرت وفجرت عشرات المساجد في عدد من المحافظات واستهدفت آخرين أثناء الصلاة، كان آخرهم استهداف مسجد في مدينة مأرب يوم أمس الجمعة. كلما اشتد الخناق على الميليشيات الحوثية في جبهات القتال لجأت إلى عادتها القديمة بقصف المدنيين والمصلين، وبعد أن نكل رجال الجيش والمقاومة بعناصرها على امتداد صحراء الجوف وجبال نهم وصرواح، قامت الميليشيات بقصف مسجد في معسكر للأمن بمدينة مأرب أدى إلى استشهاد 5 من رجال الأمن وجرح آخرين. القصف الحوثي الهمجي للمسجد لم يكن الأول، فقد استهدفت الميليشيات قبل ذلك عشرات المصلين من المدنيين والجنود في أكثر من حادثة بمحافظة مأرب، في أسلوب يدل على الحقد الدفين الذي تحمله الميليشيات على المصلين ومرتادي المساجد. المسيرة المتدثرة بالقرآن اسما وزورا
وبنصرة الإسلام صرخة وشعارا ناصبت العداء للمسجد والمصلين منذ يومها الأول، حيث فجرت عشرات المساجد ودور القرآن على امتداد المحافظات التي سيطرت عليها، كما اعتقلت وعذبت المئات من الخطباء والأئمة والحفاظ في سجونها وغيبتهم لسنوات. المساجد التي لم يطالها تفجير الجماعة الإرهابية فخختها بألغام معممة تنضح بالطائفية والمذهبية والعنصرية وتحرض على القتل والموت في سبيل رفاهية السلالة وسيادتها، كما اتخذت من بعض المساجد أماكن لتناول القات والرقص والتمايل على الزوامل والأهازيج والاستهتار بقدسية المكان ورمزيته لدى اليمنيين والمسلمين عموما. تستهدف ميليشيا الحوثية الانقلابية اليوم بالصواريخ بئر المياه الوحيد بمديرية مدغل، والذي يزور أبناء والذي يزود أبناء المديرية ومخيمات النزوح بالمياه. وأوضح مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن تدمير البئر هدفه قطع المياه عن سكان المديرية والأسر النازحة في مخيمات النزوح في الزبرة والسمرة والراسع والخريبة والحصور لإجبارهم على المغادرة رغم بعدهم عن مناطق المواجهات. كما أوضح أن قيادة السلطة المحلية قد وجهت بسرعة تأهيل بئري المسامرة وآل فرحة لتزويد المواطنين ومخيمات النزوح بالمياه الصالحة للشرب، حيث أغلب مياه الآبار بالمديرية مالحة. يوما بعد آخر تؤكد مجريات المعركة وتؤكد الخسائر الحوثية على أن الميليشيا الحوثية تخوض معركة النفس الأخير، فقد ذابت أفواجها في رمال الصحاري وعلى سفوح الجبال. حتى وإن فروا هذا قبار الحرب ساطع، ولا نجاة منه ولا من معارك الصحراء الطاحنة. سرية حوثية لم ينفعها الفرار من الموت، وما أكثر هذه المشاهد في معارك الصحراء الفسيحة الممتدة بين مأرب والجوف. فعادة ما تشتعل معارك خاطفة وسريعة تصرع فيها العناصر الحوثية وتنتزع أسلحتها، حتى تحولت تلك الصحاري إلى مقبرة وثقب أسود للحوثيين. بسم الله الله أكبر، ما رميت رميت لكن الله رمى. الله أكبر. وموت آخر في سفوح الجبل. قناصة الجيش الوطني وبشكل غير مسبوق تدخل وطيس الحرب، وقد نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة عمليات قنص تستهدف العناصر الحوثية في ميسرة جبهة نهم. وفي معركة الجبل أيضا تحولت المتارس والأوكار الحوثية إلى مشانق للموت، فكأن مدفعية الجيش الوطني سيف إعدام ينسف الميليشيات ويدك أوكارها. على حدود مأرب يخوض الحوثيون معركة النفس الأخير، ذلك ما جعلهم يرمون بكل ثقلهم فترمى تلك الأثقال دون إحراز أي تقدم. بل إن محافظ محافظة مأرب تحدث بلغة النصر، مؤكدا أن مأرب خرجت إلى الحرب ليس دفاعا فحسب، بل لاستعادة العاصمة صنعاء ودفن المشروع الحوثي. مأرب بعيد عليهم، أنا أريد صنعاء، نريد صنعاء ونريد الحديدة ونريد كل مناطق الجمهورية أن تعود في حضن الدولة. عبدالله البوري، سهيل. قال محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة بأن مثل هذه الاستهدافات الحوثية لن تنال من عزيمة الأمن ولا الجيش ولا المواطن اليمني. وأكد العرادة أن مأرب أبعد من عين الشمس وتعيش في أمن واستقرار وتنمية، فيما رجال الجيش على مشارف صنعاء والجوف والبيضاء. وأنا أؤكد لها وأقول هذه الكلمة، لن تنال لا من عزيمة الأمن ولا الجيش ولا المواطن اليمني. لا يمكن أن يرضى المواطن اليمني بأن يعيش تحت ظل هذه الميليشيات التي تعمل هذه الأعمال أبدا، لو لم يقاتله إلا النساء، وهذا ما يجب أن يفهمه. وعلى الحوثي أن يدرك تماما هذه الرسالة، أن المسألة ليست مسألة سياسة ولا دفاع عن مناصب ولا دفاع عن مكاسب، المسألة دفاع عن هوية وعن وجود
يجب أن يفهم هذا، وأننا أبعد من عين الشمس كما يقولون من أن نسلم لميليشيا، لا يمكن. وأطمئن من خلالكم الجميع بأن مأرب تعيش الحمد لله في خير وفي أمن واستقرار، ورجال الجيش البواسل على مشارف حدود محافظة صنعاء ومحافظة الجوف والبيضاء أيضا. قال موقع الجيش سبتمبر نت بأن الخسائر التي تكبدتها ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع الماضي على يد الجيش الوطني والمقاومة في 5 جبهات بلغت نحو 2000 قتيل وجريح. وأوضح سبتمبر نت أن الخسائر البشرية للميليشيا الحوثية في معاركها الأخيرة مع الجيش ورجال القبائل على أطراف محافظة مأرب والجوف والبيضاء بلغ 614 قتيلا و1254 وجريحة، من بينهم قيادات بارزة. وبحسب مصادر ميدانية فإن 100 جثث ما تزال مرمية في الشعاب والوديان والصحاري في جبهات الجوف والبيضاء ومأرب وصنعاء، وبأن أفراد الميليشيا لا تهتم ولا تلتفت إليهم. أعلنت قوات الجيش الوطني استعادة مواقع مهمة شرق محافظة الجوف، مؤكدة أن ميليشيا الحوثي منيت بهزيمة ساحقة وتكبدت خسائر فادحة. صفعة جديدة وقوية تتلقاها عصابات الحوثي الانقلابية في صحراء الجوف بعد عملية نوعية ومباغتة لأبطال الجيش الوطني المسنود برجال القبائل في منطقة الحبيل شرق المحافظة. إنها اللحظة الفارقة والحاسمة في زمن المعارك، لحظة اصطياد الأسود لفريستها بعد مراقبة ومتابعة في صحاري الجوف الشاسعة. هكذا تنحني آليات المتمردين وتنحني رقابهم أمام عظمة أسود الصحراء الواقفين كجبال شامخة تتحطم عليها أحلام الحوثيين وطموحاتهم التوسعية. حالة من اليأس والعجز الكبير تتعرض لها عصابات زعيم المختبئين في الكهوف نتيجة فشلهم المتكرر في صنع انتصار بسيط يعيد معنويات جحافلها التي تتهاوى تدريجيا بفعل الضربات الموجعة التي يتلقونها بين الحين والآخر على يد الجيش والقبائل. حاولت الميليشيا الحوثية أن تعمل التفاف على جبهة الحبيل التي في شرق بير مرازيق وغرب منطقة الريان، والحمد لله تم تصدي لهم من قبل أبطال الجيش الوطني في اللواء 101، وكذلك من قبل أبطال القبائل الذين كان لهم دور قوي فعال، وخصوصا وأخص قبائل بني نوف الذين أسندونا في هذه المعركة وكان لهم دور فعال. تم دحرهم وتم التقدم بعدهم إلى مواقعهم وتم قتلهم في مواقعهم، فهناك أكثر من 15 قتيل أو أكثر من ذلك، وهناك بعض تم إحراق مؤخراتهم وتم أخذ بعض أطقمهم ومدافعهم، ولعل الإعلام وثق بعض هذه الأشياء، وهذا تم بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل الأبطال المقاتلين من أبناء الجيش الوطني وأبناء القبائل. لحقوهم الجيش ودعسوهم وقتلوا رجالهم وأسروهم وتحيدوا غنائم منهم كثيرة وحرقوا مؤخراتهم. هذا أحد الغنائم من الحوثة، الناس شاخوف 21 هذا علامتهم.
بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. لا شيء يفسر هذه الحالة المزرية التي توصلت إليه أوضاع الميليشيات في صحاري الجوف سوى أنها بدأت ترسم طريقها نحو النهاية الحتمية. صالح مبخوت لقناة سهيل، محافظة الجوف. هذا المطرح مطرح أمانة العاصمة لنؤكد وقوفنا مع الجيش الوطني. نحن في الهيئة الشعبية لمحافظة الحديدة نعلن تضامننا ودعمنا وإسنادنا للجيش الوطني، ونحن موجودين والحرب سجال وسنعود، سنعود بإذن الله، سنعود سنعود. وليعلم الحوثي أن الرصاصة التي ستكون فيها نهايته ستكون على أيديكم بإذن الله عز وجل. واستمرارا للنهج الذي سلكه العميد الشهيد حميد القشيبي، نبدأ اليوم مطرح محافظة عمران لتعزيز ودعم الجبهات. وأن معركتنا معركة كرامة لا مساومة فيها. إن هذا الحشد الجماهيري الكبير تأتي في إطار المواقف الثابتة لأبناء محافظة ريما. قبائل إب وأبناء إب تنبي داعي الشرف والنداء من خلال تدشين هذه المطارح لرفض الجبهات ودعم الجيش الوطني. لازمنا في مطارح نخلة مثل ما أسسناها أول يوم عدناها آخرا. نحن هنا للدفاع عن وطننا ليكون آمن مستقر لكل أبنائنا. إننا مشايخ وأعيان ووجهاء وكافة أبناء محافظة المحويد نؤكد وقوفنا صفا واحدا في مواجهة الميليشيات الحوثي. نثق كل الثقة في القيادة العسكرية أنكم خير سند للقوات المسلحة في تحرير اليمن. استشهد 5 مدنيين في شارع المطار بمدينة الحديدة جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي على حافلة ركاب. وأفاد شهود عيان أن القذيفة أدت إلى تدمير الباص واستشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين. وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي تنفذ قصفا بقذائف المدفعية على الأحياء السكنية بصورة مستمرة. هذا وكانت الأحياء الشرقية في الحديدة قد شهدت اشتباكات عنيفة يوم أمس الجمعة تكبدت فيها الميليشيا خسائر كبيرة. بعد فترة من الهدوء النسبي عاودت ميليشيا الحوثي عدوانها المسلح بالقصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية شرق وجنوب الحديدة، كما عاودت استهدافها لمطاحن البحر الأحمر. لا إجراء ملموس في البر والبحر من بين الإجراءات التي دعا مجلس الأمن ميليشيا الحوثي لاتخاذها بشأن صافر سوى القصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية والمدنيين وقمح المساعدات. تسللات حوثية ترافقت مع إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي بقذائف الهاون على الأجزاء الشرقية والجنوبية من مدينة الحديدة المأهولة بالأعيان المدنية والسكان. ويأتي هذا التصعيد بعد أسبوع من تجديد مجلس الأمن دعوته للميليشيا الحوثية باتخاذ إجراءات ملموسة لتفادي كارثة صافر. وكان القراصنة الحوثيون اشترطوا مقابل سماحهم بصيانة صافر عدم إفراغ من حمولته النفطية، مع اشتراطهم استبدال فريق الخبراء الفنيين التابع للأمم المتحدة بمهندسين من شركة سنغافورية هم من حدد اسمها. ومع تصاعد الدعوات الدولية لإنقاذ صافر بما يشير إلى تحميل الحوثيين مسؤولية كارثة انهيارها أو انفجارها والضغط الدولي باتجاه الحيلولة دون وقوع الكارثة، صعدت ميليشيا الحوثي حربها في الحديدة حتى لا ترسو صافر على بر سلام. ويرى مراقبون في هذا التصعيد الحوثي ابتزازا للمجتمع الدولي للضغط على الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بدفع ثمن الحمولة النفطية للميليشيا مقابل سماحها بإفراغ الحمولة وإصلاح السفينة. وقصفت ميليشيا الحوثي مطاحن البحر الأحمر للمرة السابعة مستهدفة مخازن القمح التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، كما رصد تحالف دعم الشرعية عمليات زرع الحوثيين ألغاما بحرية في مياه الأحمر حيث تربض كارثة صافر على كف أجشع قراصنة في العالم.
جرت اليوم في مبنى السلطة المحلية بمحافظة عدن عملية الاستلام والتسليم بين محافظ عدن الجديد أحمد حامد لملس والمحافظ السابق أحمد سالم ربيع بحضور لجنة من وزارة الإدارة المحلية، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى الوزارة. وأعرب المحافظ لملس عن شكره للمحافظ السابق على جهوده المبذولة خلال عمله بالفترة الماضية كمحافظ لعدن وفقا للإمكانيات المتاحة في ظل الظروف الصعبة. من جانبه دعا ربيع المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة للسلطة المحلية لانتشال محافظة عدن من وضعها الحالي. بحث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني اليوم مع السفير الصيني لدى اليمن كان يون عددا من المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية وفي مقدمتها الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفقا لما حددته الاتفاقية وآلية التسريع، ونوه بما تم إنجازه من بنود الاتفاق معتبرا أن وصول المحافظ عدن عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية إلى العاصمة المؤقتة عدن يشكل بداية حقيقية مشجعة لتنفيذ ما ورد في الاتفاق وإنجاحه. ودعا البركاني الأشقاء والأصدقاء إلى دعم جهود المملكة العربية السعودية لاستكمال مراحل التنفيذ والإسهام في تطبيع كافة الأوضاع، لافتا إلى الاعتداءات التي يمارسها الحوثي في مأرب والبيضاء وفي المناطق الأخرى وعدم التزامه بالتفاهمات التي تمت والجهود المبذولة لإحلال السلام كاتفاق ستوكهولم والآليات التي تم التوصل إليها مؤخرا. وأشار رئيس مجلس النواب إلى استمرار ميليشيا الحوثي في ممارسة الابتزاز للإقليم وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يخص صيانة ناقلة النفط صافر والتي تشكل خطرا جسيما على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر وما يشكل ذلك من كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية. وأوضح أن المجتمع الدولي يتجاهل كل هذه القضايا ما يشجع ميليشيا الحوثي على مواصلة إراقة الدماء. وأكد السفير الصيني موقف بلاده الثابت في دعم أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه والقرارات الدولية ذات الصلة، معتبرا تنفيذ اتفاق الرياض خطوة هامة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، مؤكدا دعم بلاده لجهود المملكة العربية السعودية كوسيط وراع للاتفاق. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس بأن المفاوضات الجارية حول اليمن وصلت لمراحل متقدمة، وأعرب في تصريح لقناة العربية عن أمله في أن تجتمع الأطراف اليمنية لإحلال السلام في البلاد، وأوضح بأن الأمم تتواصل بصورة فعالة مع أطراف الصراع في اليمن. وأشار غوتريس إلى أن الأمم المتحدة تؤيد بشدة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. أقام العشرات من أبناء محافظة سقطرى يوم أمس وقفة احتجاجية رفضا لانتشار المظاهر المسلحة في الجزيرة، وأكد المشاركون في الوقفة على ضرورة إخلاء المظاهر المسلحة التي انتشرت في المحافظة بعد سيطرة الانتقالي عليها، وطلب المشاركون في الوقفة بسرعة تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الدولة ومؤسساتها الشرعية. وشددت الوقفة على سرعة صرف مستحقات منتسبي الجيش والأمن في الأرخبيل وتوفير الخدمات العامة للمواطنين. أعرب وزير الإعلام معمر الإرياني عن استغرابه من تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جيريفيت بخصوص لقائه مع كبير مساعدي وزير خارجية إيران. وقال وزير الإعلام بأن تصريحات جيريفيت تجاهلت الدور لإيران في زعزعة أمن واستقرار اليمن وتحويله إلى منصة لاستهداف دول الجوار وإقلاق أمن المنطقة وتهديد خطوط الملاحة وما خلفه من خسائر بشرية ومادية. وأكد الإرياني أن من يرسل الطائرة المسيرة والصواريخ البالستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة إلى ميليشيا الحوثي لاستهداف الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية لا يمكن أن يكون داعية سلام، ومن يرعى الإرهاب وينشر الفوضى في المنطقة لا يمكن أن يكون شريكا في بناء مسار للسلام. دعت وزيرة حقوق الإنسان السابقة حوريا مشهور إلى إشراك المرأة ضمن آليات السلام كونها تدفع بعملية السلام في كافة المحافل الدولية والإقليمية وعلى المستوى المحلي، وانطلاقا من وجود كفاءات نسائية كثيرة ويتمتعن بخبرات عالية. وخلال الندوة التي نظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات حول أهمية مشاركة المرأة اليمنية في المشاركة السياسية على منصات زوم الإلكترونية، أشادت حورية مشهور بدور هذا الائتلاف في نشر الوعي المجتمعي والسياسي بين أوساط المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، مؤكدة على أهمية إشراك المرأة في العملية السياسية
وفقا لمخرجات الحوار الوطني. هذا وتشاهدون في النشرة أيضا: مواطنون يتسلمون ممتلكاتهم في مناطق التماس بتعز. مراكز العزل بسيئون تتسلم مستلزمات وقائية لمواجهة كورونا. اطلع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو على مشروع الخزان الاستراتيجي للمشتقات النفطية بمديرية رضوم الساحلية شرق المحافظة والجاري العمل فيه حاليا عقب توقفه لأشهر نتيجة جائحة كورونا. وينفذ المشروع بتكلفة 15 مليون دولار، ويضم صهاريج للخزان تبلغ سعتها 30 ألف متر مكعب ومنصة عامة للتفريغ. وشدد المحافظ على ضرورة التسريع في وتيرة العمل في هذا المشروع الاستراتيجي، منوها بدوره في تأمين احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة لها من المشتقات النفطية وكسر عملية الاحتكار للمشتقات. سلم اللواء 22 ميكا في تعز ممتلكات المواطنين والساكنين في مناطق التماس شمال مدينة تعز، وذلك بعد 5 أعوام من الحفاظ عليها وحمايتها من قبل أفراد اللواء. تجار يستلمون بضائعهم من محلاتهم ومخازنهم التجارية بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز بعد الحفاظ عليها لسنوات من قبل الكتيبة 17 اللواء 22 ميكا. وهناك مواطنون أتوا لأخذ محتويات منازلهم بعد أن حوفظ عليها طوال فترة الحرب، ولا زال الكثير من المنازل والمخازن والمحلات مغلقة بما فيها. استلمت البضائع اللي بأصيفرة تحت المقوات محلات الأخوين، مواد بناء وسباكة، وجئنا والبضائع على ما هي ولا مسروقة ولا منهوبة بفضل الله، ثم بفضل المقاومة الشعبية بقيادة محور تعز وقيادة اللواء صادق علي سرحان وقائد الكتيبة وقائد الموقع باسم الجندي. شكل الحفاظ على أموال المواطنين سواء كانت تجارية أو منازل هما وعبئا إضافيا على أفراد الجيش الوطني، وهم يتجولون ويشكلون الدوريات. فمناطق التماس لا زالت فارغة من السكان، بينما يرى الدمار بالعمائر والبنايات جراء قصف واستهداف الميليشيات الحوثية لها طوال الوقت بكل أنواع الأسلحة، وهم يعلمون أن المنطقة خالية من السكان، ولكنه حب الانتقام والدمار الذي أتوا من أجله إلى تعز. حاولنا منذ البداية أن نحافظ على ممتلكات المواطنين، فمنها من سلمت بإشرافنا لتجار أو مواطنين، فهم بالنسبة لنا هم الحاضنة الشعبية لنا والرديف الأول. أيضا نحن ما خرجنا إلا لهذا الهدف الذي خرجنا من أجله، الحفاظ على الدين والأرض والعرض والنفس. رجال الجيش الوطني بجبهة عصيفرة الأكثر حرصا على حقوق وممتلكات المواطنين التي تتعرض للقصف والاستهداف من الحوثيين، وبالمقابل الأكثر كرما بأوقاتهم وأرواحهم ودمائهم، وهم يدافعون عن مدينتهم من المعتدين. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. افتتحت ورشة العمل الخاصة بتعزيز الشراكة بين صندوق النظافة والجهات ذات العلاقة في تعز، والتي تنفذها منظمة يمن بلا نزاع بتمويل من شركاء اليمن. يشارك في الورشة 25 شخصا من مدراء مجالس محلية ومدراء إدارات في صندوق النظافة والتحسين. تهدف الورشة إلى مناقشة احتياجات وتحديات صندوق النظافة والخروج بآلية عمل لانتشال الصندوق من وضعه الحالي والعمل على دعم جهود النظافة والتحسين في المدينة. هذه الورشة تهدف إلى تحسين أداء السلطة المحلية بدعم صندوق النظافة والتحسين، وتعزيز الشراكة بين صندوق النظافة والجهات المعنية من المكاتب التنفيذية في السلطة المحلية، لأن النظافة والتحسين ليست مهمة صندوق النظافة فقط،
بل مهمة السلطة المحلية والمكاتب والمجتمع والمجتمع ككل. وتهدف هذه الورشة للخروج برؤية وخطة مشتركة تعزز الشراكة وتدعم دور صندوق النظافة والتحسين لإيجاد بيئة نظيفة ولإيجاد تعز مدينة خالية من القمامة والمخلفات. تسلم العاملون في مركز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون مستلزمات وقائية للكوادر الصحية بمراكز العزل بوادي حضرموت. يأتي هذا التسليم ضمن المشروع الطارئ لمواجهة فيروس كورونا الذي ينفذه بنك الدواء اليمني بالشراكة مع مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة وبدعم من مجموعة الكابوس التجارية. وأوضح مدير العلاقات بمؤسسة بسمة أن الكمية التي تم تسليمها اليوم تضم كافة الأدوات الصحية التي يستخدمها العاملون في مراكز العزل، منوها إلى أن المرحلة الثانية تستهدف مراكز العزل بمديريات ساحل حضرموت. كرم وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، كرم منظمات المجتمع المدني المحلية الفاعلة التي قدمت خدماتها في العمل الإغاثي والصحي والإنساني لنازحي أمانة العاصمة في محافظة مأرب وفي المحافظات الأخرى. وأشاد اللواء جميل في فعالية التكريم التي أقيمت بمحافظة مأرب بالجهود المبذولة من قبل منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن منظمات العمل الإنساني تعد شريكا أساسيا للجهات الرسمية في جهود الإغاثة والبناء والتنمية. وأكد وزير الدولة استمرار دعم السلطة المحلية بأمانة العاصمة للمنظمات والجمعيات الإنسانية لما من شأنه توفير احتياجات النازحين من أبناء الأمانة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. ناطق الجيش يتوعد الحوثيين بالعقاب، والأوقاف تدين استهداف الميليشيا للمساجد. تعزيزات ميليشيا الحوثي تغرق في صحراء مأرب وتتشظى على سفوح الجبال. الجيش يستعيد مواقع مهمة شرق الجوف، والحوثيون يستهدفون المدنيين في الحديدة. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله.